السلام عليكم أحبتي في الله، متابعي وزوار مدونة جديد المواقع، في درس جديد وحصري على قناتكم. درس اليوم بحول الله هو حلقة تعليمية مفيدة للعديد من الأشخاص، كما يمكنك تحقيق منها أرباح جيدة إن اتبعت استراتيجية محددة أو طريقة معينة يمكنك الإبداع فيها. لكن قبل الدخول وشرح ما سنتحدث عنه اليوم، أدعوكم للاشتراك في قناتنا بالضغط على زر صابوني أو سبسكرايب أو اشتراك على حسب اللغة التي تستعملها في قناتي، كما أدعوك أيضا لتفعيل زر الجرس لتوصل بجديد القناة. إن كنت على الهاتف يمكنك الضغط على أوبسيون ثم توت أوكي، أما في الحاسوب فإنها تظهر بشكل مباشرة. كما أدعوك أيضا لتصفح فيديوهاتنا وإبداء رأيك سواء بعدم الإيجاب أو بالإعجاب، كما لنقوم برفع المستوى بحول الله، أو تقومون بتشجيعنا على طبيعة الحال. كما قلنا، حلقة اليوم حلقة تعليمية أخرى نتشارك فيها تطبيق رائع جدا الذي تشاهدونه أمامكم، الذي يدعى تيب ماب. هذا التطبيق الذي يمنحك ميزة لا توجد في تطبيق اليوتيوب الرسمي، بإمكانك إيجاد فيديوهات التي تنشرها في من المنطقة التي تقطن بها أنت. مثلا أنا متواجد حاليا في الجزائر، بالتحديد ولاية بشار. سيظهر لنا الفيديوهات التي انتشرت بشكل واسع أو تم رفعها من المنطقة التي أقطن فيها أنا. يمكنك كما قلنا مشاهدة هذه المواقع، عفوا الفيديوهات، بعد تفعيل خيار جي بي اس حتى يحدد لك المكان الذي تتواجد أنت فيه. فكما قلنا أنا أتواجد حاليا بمدينة بشار، يمكنك من هنا الضغط عن حتى يبحث أين تتواجد أنت، سيتوجه إلى مكاني المحدد. تشاهدون بأم عينكم كما تشاهدون نقطة الزرقاء تمثل أين أنا موجود حاليا. الذين يعيشون في الجزائر يعرفون بأن هذه منطقة ولاية بشار. ثم يمكنك الضغط على زر أو رمز اليوتيوب في الأسفل حتى ينقلك إلى الفيديوهات المنتشرة في المنطقة التي تعيش فيها أنت. حقيقة أذهلني ما فيه. كما تشاهدون هذه الفيديوهات تم رفعها ومشاهدتها ومتابعتها من الجمهور الذي يتواجد في منطقتك أو الأشخاص المحيطين بك. كما تشاهدون هنا، هذه آخر الأغاني التي قاموا بمتابعتها. نذهب إلى ماست، كما تشاهدون هذا ما يحب الأشخاص متابعته، الأغاني الأمريكية يوم الجمعة. يمكنك الاكتمال وستجد بأن هناك فيديوهات خاصة بمنطقتك، وكل يوم يتم تحديث الصفحة بشكل وتشاهدون في هذه الأيام يقومون بالاستماع إلى الأغاني الأمريكية، المنايم وما شابه بتحديد من جديد، ثم نقوم بتصفح ما يدور من جديد. يمكنكم العودة إليها في وقت لاحق وستتأكد بأنها هذا ما يقومون بالبحث عنه في منطقة الخاصة بك. إلى هنا انتهت حلقتنا، نرجو أن تنال إعجابكم. وإن كنت أول مرة تسمع بهذا التطبيق فأدعوك للإعجاب بفيديوها لتدعمنا ولتحفزنا، وأدعوك أيضا لنشر الفيديو مع أصدقائك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.